عمرها 6 شهور، نوعها زاج الأصيل، وحيدة أهلها وفي إمكانياتها مفيش زيها. الملكة فريدة هي أسرع حمامة في مصر، لقب استحقته عن جدارة بعد ما قدرت تفوز بالمركز الأول ما بين كل الإناث في مسابقة شارك فيها أكتر من 15,000 طير، وحتى الذكر الوحيد اللي سبقها في اللقب سبقته هي في الوصول، وقدرت تطير من سوهاج لحد بيتها في منطقة فيصل بالهرم في أقل من 6 ساعات. ده سبق جمهورية، تم الإطلاق الساعة 7 صباح، وبفضل الله وصلت تقريبا الساعة 12:47. كانت أول طير يوصل. أسعد حاجة في المتسابق وهو وقت دخول الحمام، لحظة دخول الحمام من السبق ده هي اللحظة اللي بتبقى أهم، بتبقى تعب السنة كله هو بيبقى موجود في اللحظة دي. طب إزاي أستاذ سامر بيتم التأكد إن هي دي الحمامة الخاصة بالمتسابق ده؟ يعني إزاي بعد كل العدد الكبير ده ما بيحصلش لخبطة؟ لا طبعًا ما بيحصلش لخبطة خالص، لأن بيبقى فيه دبل معدنية ودبل إلكترونية موجودة في رجل الطير، بناء عليه بيتحدد ملكية صاحب الطير، بيتحط عليها رقم الطير موجود من هو صغير، وده بيتسجل في دفاتر وبتسجل على الساعات الإلكترونية، وبيبقى فيه دبلة إلكترونية اللي بتحدد من خلالها وصول الطير والداتا الخاصة بالطير كلها على الساعات الماستر. تدريبات مكثفة بتخضع عليها الملكة فريدة بدنية وكمان نفسية، بتعملي له زي احمال تدريبيه، وبياخد طبعا مكملات غذائيه بتساعده على التدريبات والحاجات دي كلها. التمارين النفسيه بتبتدي من اللوف، ايه المكان اللي بيحب يقف فيه، الوقت اللي بيحب يطير فيه، ان الحمام يقدر يشوف بعضه قبل السبق، فهي بتبقى مسافره راحه السبق وفي حافز ليها انها ترجع تاني لبيتها عشان مثلا شريكها في اللوفت يبقى موجود، الذكر اللي هي متجوزاه يبقى موجود، مثلا توصل ل 5000 جنيه شهريا مثلا كميزانيه لتربيه الحمام الزاج. هي الملكه فريده اهاليها احنا شاريينهم مستوردينهم من الخارج، بتراوح سعرها من حدود من 5000 ل 10000 جنيه. بعد ما كسبت وحققت المكاسب دي ممكن توصل 10000 يورو 20000 يورو، سعرها يوصل في الخارج كده. لكن الابطال دايما ما بيبيعوش الحمام البطل بتاعهم، بيبقى ليه قيمه معنويه اكتر منه قيمه ماديه. بنحلم ان الهوايه في مصر تتطور اكتر من كده، ويبقى الناس عندها، المجتمع كله يبقى عنده ثقافه بتاعه تربيه الحمام الزاجل وسباقات الحمام الزاجل. بالنسبه لفريده اتمنى طبعا ان اولادها وكده يبتدوا يحققوا نفس المكاسب اللي هي حققتها ويفوزوا بالمراكز الاولى في السباقات القادمه ان شاء الله. 17 سنة عشق في الحمام ومسابقاته، حصد خلالها تامر تهامي عشرات الجوائز، لكن أحلامه لسه أكبر، خصوصاً في وجود الملكة فريدة. هدير جميل، مساء دي أمسي.